أصدقائي الأعزاء، زي ما احنا متعودين كل يوم بنقدم لكم نماذج لأصدقائنا من سوء الإرادة، بنوضح لكم ازاي قوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا على العواقب ويتحدوا كل صعب وواجهوا العواقب بكل شجاعة وعزيمة وسرور. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، صاحبة الإرادة الحقيقية، بتتخلى عن ألمها وأحزانها، بتعيش حياتها حياة سعيدة على ساق واحدة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متحدي الإعاقة، تثبت لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن أصدقائنا من سوء الإرادة مهما واجهوا من صعوبات وتحديات بقوة إرادتهم قادرين يتغلبوا عليها، وقادرين ان هم يواجهوا الاعاقة بكل شجاعة وعزيمة وسرور. اصدقائنا من سوء الارادة قادرين على الحياة وعلى العطاء،